فالكذب كله حرام، كله يهدي إلى الفجور، ولا يستثنى منه شيء. ورد في الحديث أنه يستثنى من ذلك ثلاثة أشياء: في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث المرأة زوجها وحديثه إياها. ولكن بعض أهل العلم قال إن المراد بالكذب في هذا الحديث التورية وليس الكذب الصريح. قال: والتورية قد تسمى كذبا، كما في حديث إبراهيم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه كذب ثلاث كذبات وهو لم يكذب، وإنما ورى تورية هو فيها صادق. وسواء كان هذا أو هذا، فإن الكذب لا يجوز إلا في هذه الثلاث على رأي كثير من أهل العلم. وبعض العلماء يقول الكذب لا يجوز مطلقا، لا مزحا ولا جدا ولا إذا تضمن أكل مال أو لا.